بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، نكمل معكم المحاضرات. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل محاضرة نراجع فيها مفاهيمنا في البرمجة الشيئية حتى نستعد للامتحان إن شاء الله رب العالمين. أول إشي بدك تعرف أو تركز على موضوع كيف أنت تنشئ الكلاس، كيف تشتق أوبجكت من هذا الكلاس، كيف تعرف في داخل هذا الكلاس، كيف تحدد اللي هما الصفات، كيف تحدد اللي هو دوال البناء، كيف تحدد الدوال العادية أو اللي بنسميها السلوك. واتفقنا يا شباب إنه كل كلاس تتكون على يعني في الغالب، يعني ايش معنات انه في الغالب؟ يعني انه مش شرط يكون في داخلها، بمعنى انه ممكن تكون كلاس اصلا فاضية كاملا، تمام. لكن اذا انت بدك تستخدم الكلاس في الحياة اللي يعني اللي خلينا نقول في مستواك اللي انت لسه بداية البرمجة، فهي بتتكون من 3 عناصر قلناهم، اللي هما الصفات ودوال البناء ودوال ايش يا شباب اللي هو العادية. طيب تعالوا نراجع مع بعض هذه الفكرة، وناخد الفكرة اللي هو خلونا ناخد اللي هو مثلا اليوم نبرمج طيارة. شفنا المحاضرة الماضية شرحنا في الوجاهي في الجامعة اللي هو فكرة الطيارة، وقلنا حتى نمشي في شغلنا الصحيح لابد انه احنا يعني نمو، يعني اذا بدنا نشتغل صح بدنا نحاول نشتغل ب3 مراحل. المرحلة الأولى قلنا مين يذكرنا فيها؟ أيوة التفكير، والتانية ايش؟ التخطيط، والتالتة اللي هو ايش؟ التنفيذ. ففي مرحلة التخطيط انت بتروح بتشوف ايش كل كلاس الها. فمثلا على سبيل المثال انت بتعرف مثلا لو الطيارة، قلنا عندنا طيارة، فايش لو سألتك ايش في عندها الطيارة ممكن من صفات؟ هيك بدي اجي انا اخطط اشوف بدي انشئ كلاس لهذه الطيارة. هتقول لي مثلا حجم الركاب، السرعة، قد ايش سرعتها في الساعة، لونها، الكلر، غيره وغيره. طيب اذا انت في مرحلة التفكير بتصير تفكر كل واحدة ايش هو، ايش الصفات وايش الدوال وايش اللي هو هذه اللي هو مين الطائرات. طيب الان انت يعني نيجي الان ونشوف كيف بدنا نبرمج هذه الطائرات او هذه الطيارة، كيف بدنا نبرمجها. اول اشي قلنا بدنا نعمل، قلنا هاي الان خططنا، قلنا انه فكرنا وقلنا بدنا في صفات الها. طيب الان بعد الصفات ايش بدي احدد؟ بدي احدد شغلتين. طبعا انا بدي احدد الدوال اللي بدي استخدمهم في هذه الكلاس، بمعنى انه انت اليوم ايش في دوال ممكن نستخدمها؟ ممكن نعمل دالة تحسب قديش تحسب بتسحب مثلا سولر، او تسحب وقود في الساعة هذا الطيارة، او قديش مثلا الطيارة هذه يعني اللي هو يعني مثلا تقولها تعطيها مثلا يعني التيكت تبعها ترجع لك قديش اللي هو مثلا بتكلف التيكت تبع، يعني اي شغلات انت بدك تبرمجها بغض النظر ايش يعني ايش هو الموجود فيها. وبالتالي يا شباب يعني اذا انت، طب بعد هيك ايش المرحلة الثانية؟ مرحلة التخطيط. ايش التخطيط المرحلة الثانية عشان تبني صح؟ بتيجي بتقول الان نوع الطيارة ايش حتكون، سترينج، لونها سترينج، قديش حجم الركاب اللي فيها انتجر. طيب
باجي كمان لما ابجي ابني الدوال بدي اجي اسال حالي الداله اللي موجوده عندي ايش في عندي دوال، هل بترجع قيمه ولا بترجعش؟ طب احنا عشان نطبق هذا الكلام عملي خلينا نشوف كيف بدنا نطبق هذا عمليا من خلال اللي هو المثال التالي. نيجي هان ونيجي ننشئ كلاس، ننشئ مشروع جديد، هاي جافا وهاي هانا، ونعمل نيكست، وهنا نقول بلان اسم المشروع بلان بلانيت او بلان بلان، تمام. وهنا ايش نسمي الكلاس؟ هنا الأساسية بدناش نسميها، احنا اتفقنا يا من بدي انا استخدم في الحالة العادية بدي استخدم يكون في عندي كلاسين، الكلاس اللي فيها المين والكلاس اللي ايش العادية. فانا بديش اسميها، انا بدي اسميها هنا بلين مين، اسميها البلين ايش مين، تمام. هيك نسميها يعني الطيارة الكلاس الأساسية، ونعمل فينيش. هاي اجينا وعملنا ايش البلين. هان بدي قبل ما يعني يعني قبل ما نكمل بدي انوه لشغله مهمه اللي هو الباكج. ايش المقصود يا شباب بالباكج؟ الباكج مقصود فيه اللي هو المجلد اللي بيكون يحتوي على كلاساتك، تمام. طب لايش بنستخدمهم؟ لترتيب الاكواد، لترتيب الاكواد، او يعني لما احنا بكره بدنا نجيب مثلا من باكج تاني من اللي فوق لازم نعمل له امبورت فوق عشان ايش نستخدمه، تمام. بمعنى انه هاي هذا اللي هو هاي شايفين عندي انا ايش هو البلان مين، هذا اسم الباكج هيو. طيب لو انا بدي استخدم الكلاس اللي اسمها كار، هذه اللي موجوده عندي هنا فوق، هل بنفع اجي هنا اقول اقول كار بساوي ها سي بتساوي نيو كار زي ما تعودنا؟ مين يقول بنفع؟ ايش بقول لك هنا؟ بقول اطلع عليه بقول لك cannot find، مش عارف ايش هي من وين الكار. طب هي موجوده فوق ليش؟ لان هي موجوده في باكج تاني. طب كيف ممكن انا استخدمها في باكج تاني؟ باجي بعمل فوق هنا اقول له امبورت، ها امبورت ايش هو؟ ايش اسم اللي فوق عندنا هنا؟ انهلت مثلا، بقول له اسم الباكج تيست نقطة ايش هو في عنده اللي هو الكار، تمام. وهان ايش يا شباب اللي هو هان الباكج ايش هو باكج انهيت داز نوت اكزيست. طبعا ليش داز نوت اكزيست؟ لانه هو مش في نفس مين، مش في نفس المشروع، مش في نفس ايش المشروع. فاحنا ممكن نجيبه هنا ونضيفه على نفس المشروع تبعنا هنا، ممكن نضيفه ونحطه على نفس المشروع تبعنا هان هذا الباكج، تمام. هنا ايش هو شايفين؟ هاي بقول لك الان هاي صار التنين باكج عندي. فهنا ايش بدي احط هنا؟ كار. فالان شايفين هاي صار الكلاس اتعرفت لانه صار هو موجود، واجي اعمل له ايش المشروع هذا. بس عشان افهمك موضوع الباكج، طبعا موضوع الباكج هو ايش مش يعني مش مفهوم، لكن احنا هنا فهمنا ايضا كيف لما بدنا نعمل باكج ونحط ونجيب من مين، من اللي هو باكج اخر. طيب الان احنا هاي هذا نرجعه فوق محل مكان هنا، تمام، بدناش اياه، ونرجع لهذا هاي شغلنا. الان في المين هذه قلت لك بس بدنا نخلي مين اللي هي يعني لشغل المين والاشتقاق اللي هو مين العنا الاوبجكت. طيب ايش بدي اعمل الان؟ بدي اروح ابني كلاس لمين؟ لهذه الطائره. فباجي هنا على السورس وبقول له نيو وايش جافا كلاس، ايش اسميها انا؟ انا بلين يعني طياره، تمام.
وهاي الكلاس، وهي بقول له فينش. الآن هايو أنشأ لي إيش؟ كلاس. الآن باجي بسأل حالي، قلت لك بدي أسأل حالي الصيش اللي هو الشغلات الأساسية. شغلات إيش؟ الأساسية. إيش هو الشغلات الأساسية؟ أول إشي أساسي في قلب الكلاس، أيوة الصفات، صح ولا لا؟ طيب الآن إحنا عملنا الكلاس، قلنا أساس أول إشي نعمل للصفات أو الأتريبيوت. كيف بدنا نعمل هذه الطيارة؟ إيش لو إجينا فكرنا وقلنا إيش الصفات اللي أنا ممكن أحطها في الطيارة؟ أول إشي تقول لي مثلا النوع، إيش النوع؟ هتقول لي سترينج نوعه، وهاي الطيب النوع يعني نوع الطيارة. طيب إيش كمان في أتريبيوت عندنا؟ اللي تقول لي مثلا الكلر، اللون أيضا، إيش نوعه الكلر؟ سترينج اللي هو مين؟ الكلر. إيش كمان اللي هو عدد الركاب، اللي هو اللي نقول مثلا الكباسيتي، مثلا قديش في بتاخد الطيارة من ركاب، أو الحمولة سترينج، أو اللي هو اللود، انتجر اللود، تمام. وهكذا انت بتحط ايش الصفات اللي بدك اياها لاي كلاس موجودة عندك. طيب الان قبل ما نمرق على الكلاس، بدنا نحدد ايضا اللي هو الاكسس موديفاير. اللي هو ايش الاكسس موديفاير؟ يعني مين بيقدر يصل لهذه الصفات من خارج مين؟ اللي هو خارج المين، خارج اللي هو الكلاس. فاذا انا هالوقت ما حطيتش اي هان اكسس موديفاير، ايش الاكسس موديفاير يا شباب؟ اللي هم بابليك وبرايفت وبروتكتد، واحده من هذول الثلاثه. اذا ما حطيتش اي شيء فهي الافتراضي بابليك. طيب ايش يعني بابليك؟ يعني هذه اللي هي العناصر، انه انا بقدر اصلها من خارج الكلاس، من خارج الكلاس. طيب لو انا حطيتها برايفت بقدرش اصلها الا في داخل الكلاس. طب لو حطيتها بروتكتد، بروتكتد بقدرش حدا يصلها الا الكلاس اللي وارثة من هذه الكلاس، تمام. وبالتالي هالوقت خلينا نسيبها ايش فاضية، فايش افتراضيا هي الان بابليك، تمام. طيب الان كمان بدي اجي ايش هنا، قلنا نعرف هالوقت مين دوال البناء او الكونستراكتور. بدنا نعرف الكونستراكتورز او دوال البناء. قلنا الكونستراكتورز ايش وظيفتها؟ وظيفتها تعمل قيم او تعطي قيم اولية لمين يا شباب؟ لا ليش؟ لا للصفات. الان مين بده يعطي القيم هنا؟ كيف بدنا نودي القيم، ننشئ القيم؟ بدنا اليوم نعمل الطيارة الاولى إلها خصائصها، والثانية إلها خصائصها، والثالثة إلها خصائصها. كيف بدي أعمل الكلام هذا؟ من خلال اللي هو إيش يا شباب؟ من خلال اللي يعني هذا الكونستراكتور. طيب الكونستراكتور عشان تعرف، في عندنا أنواع من الكونستراكتور زي الدوال، ما في عندها أنواع أيضا دوال البناء فيها أنواع. مو الآن لو أنا ما حطيتش أي كونستراكتور في داخل الكلاس، فهو ضمنيا بيعرف لي كونستراكتور داخل الكلاس فاضي، داخل الكلاس فاضي. ايش يعني اللي هو ايش؟ طبعا ايش احنا قلنا بابليك، ايش شروط دالة البناء؟ ايوه نفس، لازم نفس ايش؟ نفس هذه، نفس الكلاس اسمها. وقلنا بنحط قوسين وبنحط هدول القوسين. الان هذا الفاضي ايش هو؟ ضمنيا يعرف، ضمنيا يعرف. طب ايش الهدف منه؟ لو انت هنا بدك، انت لو رحت عملت طيارة بدون ما تعطيها قيم، بمعنى انه انت تعطي قيم اولية لهذول القيم. مثلا على سبيل المثال التايب، بتقول له ها التايب بيساوي مثلا فاضي، تمام. مثلا التايب الافتراضي مثلا تقول له يعني هولوكوبتر مثلا، او مش عارف ايش هو مثلا نسميها، او
البي 35 هذه اللي بتقاتلوا عليها مثلا، اذا انت الافتراضيه هذا الكلام عندك، الكلر مثلا تعطيه مثلا ريد مثلا، الان مثلا تعطي اللود مثلا 1000 او 100 راكب. الان هذول ايش هم هذول؟ ايش داله البناء هذه؟ ايش داله البناء هذه يا شباب؟ داله البناء هذه لو انت اليوم بدك تروح تنشئ طياره جديده او اوبجيك من هذه الكلاس وما رحتش تحدد انت من نفسك، فهو بتروح بتنادي مين؟ هذه الافتراضيه اللي انت بتعتبر انه انت مصنعك بس بيصنع طيارات البي 35. طيب افرض انت استجد عندك المصنع وصار يصنع طيارات جديدة وبدك تصير تحدد انت الطيارة هالوقت ايش نوعها، ايش لونها، ايش قديش بتاخد ركاب. طيب كيف بدك تعمل الطيارة الجديدة هذه؟ انت مش دائما بتصنع بي 35، ممكن تصنع طيارات نوع تاني. اذا بدك دالة بناء تانية انت تودي لها القيم وهو يعطي القيم هذه، وبالتالي لازم تعمل كمان واحد اللي هو بابليك، تمام، وتقول له بلين بلين. هنقولنا لازم الاسم نفس اسم الكلاس. الوقت بدي افتح القوسين، هان القوسين هالوقت بده يكون في داخلهم القيم اللي انت بدك تبعتهم. طيب اول واحد ايش نوعه؟ سترينج، صح، ممتازين. ايش اللي مش هانا نكتب هانا في القوسين string، ايش هو التايب، تمام. طيب فاصلة، ايش الثاني؟ string مين؟ ايوه الكلر. طيب فاصلة، الانتجر مين؟ اللود، تمام. ونيجي هنا ونحط القوسين هذول تبعون مين؟ دالة البناء هذه، ممتاز. هاي بقول لي البابل غلط، لازم نكتبها ايش؟ صح، تمام. وهاي الان انت بتصير انت هاجت، اذا انت بتكش تصنع الطياره الافتراضيه الموجوده هان وبدك تبعت القيم هذول، ايش حتروح تقول؟ الان حتبعت القيم هذول الثلاثه الموجودين عندي. طيب تايب ايش حتروح تقول له؟ بتساوي تايب هذه هيها وهذه هيها. طيب وتقول له الكلر، الكلر بيساوي مين؟ بيساوي الكلر. طيب واللي هو اللود بيساوي مين؟ اللود. طيب لاحظوا هالوقت ايش صار في عنا هنا؟ صار في عنا تايب بيساوي تايب، لود بيساوي لود. طب مين هالوقت؟ هذا اللي جاي هان ولا هذا اللي فوق؟ احنا مش عارفين لانه هذول نفس الاسماء. طيب الان عندك حل من حلين، اما تيجي هنا ما تسميش نفس الاسماء، بمعنى مثلا تيجي تقول هنا تحط مثلا تايب واحد وكلر واحد ولود واحد، وتيجي هنا تقول له تايب واحد كلر واحد ايش لود واحد. طيب هذا ايش هم؟ اللي هم هذول، خلاص هاي انعرفت انه هذول والاخضر اللي فوق. او نستخدم الطريقه البروفيشنال او اللي هي الستاندر او اللي بتنكتب في كل برامج لغات البرمجه اليوم، اللي احنا نستخدم كلمه this. كلمه this ايش كلمه this هذه؟ نيجي نسبق الكلمه المتغيره ونقول له this نقطه، ايش معناتها؟ شايف انت كيف جبنا؟ قالنا this dot type يعني ايش معناتها؟ يعني اللي انا تابع على الكلاس مش اللي انا جايب لك اياها هان، تمام. وبدي اقول له واسبق هذه بذس، تمام، واسبق هذه بايش؟ بذس. الان انت ايش عملت؟ الان قلت له انا اللي قصدي اللي هان هي اللي فوق. طب كيف بدك تعرف نعرف قصدك انه هذه ولا هذه؟ من خلال مين؟ كلمه ذس. طب ذس ايش يعني؟ ذس يعني بتقول لك انا اللي تابع لهذه الكلاس، ذس الي تبعي او، تمام. فهذا هو المقصود بذس. اذا شفت ذس يعني انا اللي تابع لهذه الكلاس. اذا هذه مين؟
هذه اللي فوق هي زي ما انت شايف حتى الالوان اللي معطينا اياها. اذا بنينا ايش؟ اللي هو دوال البناء. الان بس عشان احنا نحكي في دوال البناء، هل دوال البناء بس فيها نوعين، انه فاضي ويكون فيها متغيرات؟ لا، في نوع ثالث انه ممكن يكون اني احط بس انا ايش انا هنا اني احط قيمة واحدة بس، اغير في قيمة واحدة او اغير في قيمتين. يعني بمعنى انه انا ممكن اعمل كمان كونستراكتور زي هيك، ها اشوف شايفين كيف، اعمل كمان واحد لكن اجيب مثلا على سبيل المثال بديش احدد الحمولة، بس احدد اللون واحدد مين هنا والكلر. طب اللود هذا من وين حيجيبه؟ اللود انت بتكون عامل، بيكون ماخده من مين؟ من الافتراضي اللي انت حاطه 100، تمام؟ او انت بدكش تحدد اللي هو اللود، لسه انت بتخطط للطيارات وتنشئ طيارات. لكن الان احنا مختلفين، اذا كان كنا بدنا نعمل، بدنا نحدد هل وقت الحمولة ولا لسه لما نجرب الطيارة بدنا نحدد الحمولة. فلاحظ انه دالة البناء ايضا، او ممكن تاخذ زي الدول العادية. فانت الان زي ما انت شايف دالة البناء ممكن تكون فاضية، ممكن تاخذ كل المتغيرات اللي فوق، وممكن تاخذ اثنين منها، وممكن تاخذ ايضا واحدة بس منها، يعني ممكن اعمل كمان واحدة. اذا الدال نفسها ممكن اعمل منها اكتر من ايش؟ من اللي هو من دالة. واضح يا شباب؟ طيب الان انا بنيت هذا، هاي بنيت هذا وبنيت هذا وبنيت اللي، وعرفت انه ممكن اعمل اكتر من كونستراكتور او دالة بناء. طيب الان نيجي لمين؟ للجزء الثالث اللي هو مين؟ دوال الصلة والسلوك اللي هم البيهيفير. الان خلينا نقول ايش هو البيهيفير او السلوك، اللي شو ايش هو البيهيفير؟ ايش البيهيفيرز يا شباب؟ يعني ايش انت بتقدر تعمل عمليات لهدول اللي في داخل اللي هو الكلاس. لو سألتك سؤال ايش انا ممكن اعمل دوال للدالة هذه، اول اشي انا بدي اعمله مثلا على سبيل المثال اغير مثلا اللود تبع الطائرة. مثلا انا كنت حاططها 100، لا قلت اليوم لا بدناش نحط مثلا، من نعدل الحمولة بدنا نحطها 50. اذا ممكن اعمل ايش هنا؟ اول دالة ممكن هنا افكر، طبعا الدوال انت بتصير تفكر فيهم مع مين؟ مع الشغل. لكن لو انطلب منك في الامتحان حينطلب منك وحدد لك انت ايش تعمل بالضبط، تمام؟ لكن في الحياة العملية انت اللي بدك تصير تخلق عليك. طيب الان احنا في الدوال يا شباب ايش اتفقنا؟ اتفقنا انه لما اعمل انا دالة بدي اسأل حالي سؤالين، هل الدالة هذه بترجع قيمة او ما بترجعش؟ والسؤال الثاني هل بتاخد متغيرات ولا بتاخدش؟ انا شفت بعض الشباب عندكم حتى اليوم مش قادر يفرق بين هذول الشغلتين. طيب ماشي، اول اشي قلنا بدنا نحدد اذا ما كتبناش بابليك قبل الكلاس، قبل عفوا قبل الدالة، ايش بيكون الافتراضي لها؟ بابليك، ممتازين. فاما بكتب بابليك او بكتبش. طيب الان بجي بسأل حالي هترجع، الان بتقول لي انت بدك تغير عدد الركاب تبعت الطائرة، هل انا بدي ارجع قيمة ولا لا؟ بديش ارجع، انا بس بدي اغير النوع. اذا ايش بدها تكون؟ فويد، بدهاش ترجع قيمة. طيب الاشي الثاني ايش قلناه هنا؟ ابديت يعني تعديل اللود، بدي اعدل مين؟ اللود لهذه الطيارة. طيب السؤال الثاني هل انت بدك تعطيها القيمة هذه للدالة ولا لا؟ بدي اعطيها قيمة جديدة. ايش نوع القيمة هنا؟ من نقول له ايش اسمها هنا؟ نيو لود، نسميها ايش هو؟ نيو ايش؟ لود، تمام، ممتاز جدا. ونيجي نعمل هنا القوس وهنا القوس، وايش هنا نيجي نقول له ايش بدنا نقول له هنا؟ يلا قولوا معنا، ايوه بدنا نقول له اللود بيساوي ايش هو؟ النيو لود، تمام. اذا هاي الدالة هذه بتعدل لي قيمة اللود لهذه الطيارة. انت الان عندنا حنشوفها كيف. طيب
ايش ممكن اعمل ايضا دوال؟ ممكن اعمل طباعة على مين للبيانات. حاجة اسألك سؤال، هل الطباعة بترجع قيمة؟ لا. طيب هل بتاخد قيمة؟ لا بتاخدش. اذا void، تمام، ايش نقول له هنا؟ void print، مثلا print info information تبعت الطائرة، وهي قوسين وهي نيجي، هاي القوسين هذول بدنا نيجي ايش بدنا نعمل نطبع في داخل الطيارة هذه. بدنا نقول له سي يو تي ونعمل تاب زي ما احنا عارفين. وايش نيجي نعمل هنا اول واحدة؟ نقول له نطبع لنا اللي هي النوع التايب تبع مين؟ الطيارة، ايش نوعها؟ هنيجي هنا نقول له زائد سلاش تي، يعني اعمل لنا ايش هالسلاش تي اللي هي التاب. وبعدين نقول له هنا ايش اعمل؟ اول نيجي هنا هنا زائد ونحط له مين هنا نطبع التايب، ايوه ممتازين. وهنا نيجي نعمل ايش بعد ما نعمل التاب؟ نقول له هنا مثلا اللي هو الكلر، نحط نقطتين، طبعا نقطتين هنا ونعمل هنا، وبعدين نقول له زائد ونحط اللي هذول، نحط اما فراغ او البلاس داش هذه اللي هي التاب، يعني فراغ تاب. وبعدين هنا ايش نحط هنا؟ طبعا بالزائد اللي هنا نحط هنا اللي هو الكلر، تمام. وهنا بعد التاب نقول له حط لنا مين اللي هو اللود، قديش لود، تمام. وهنا نحط له جنبه مين اللود اللي موجود عندنا نطبع. اذا هيعمل لك كمان داله ايش؟ طباعه. طيب الان لو انا قلت لك احسب لي قديش بتقطع الطياره هذه بتستهلك وقود في الساعه. طبعا اليوم في طيارات بناء على مين يا شباب بتقطع؟ بناء على الحموله، لانه انت كل ما زادت الحموله عندك الطياره بدها موتورها يستهلك وقود اكثر. اذا انا الان بدي اسالك سؤال، لما بقول لك احسب ايش يعني الكلام هذا؟ يعني بدي انا قيمه، بدي ترجع لي قيمه. اذا هل حتكون الان الداله بدي اسال هل حتعطي قيمه ولا مش حتعطي؟ ها اذا حترجع قيمه. الان انت بتقول لي بدك تحسب اللي هو قديش بتسحب، يعني قديش تسحب وقود. الان انت الوقود بدك تيجي تسال سؤال حالك، بدك تفترض هل هو انتجر ولا دبل؟ يعني بمعنى انه هل انت الطياره ممكن تقول سحبت 20 لتر ونص ولا 20 لتر؟ انت بس بدك تحسب. فاذا كانت في عندك الحسبه فيها دبل بترجع دبل، لكن لو احنا هنا افتراضيا بدناش نعمل دبل، فبدنا نقول ايش النوع؟ هل حتكون بترجع قيمه فويد؟ لا، حترجع لنا قيمه تحسب لنا. اذا ايش حنكون نوعها؟ انتجر. ايش حنقول له؟ كال، يعني كالكوليت لمين؟ الفول، الفول اللي هو الفلو اللي هو مين؟ الوقود. طيب هاجي اسال حالي سؤال، هل حتاخد قيمه هذه الداله؟ ها احنا قلنا رجع ترجع، لكن الان هل حتاخد قيمه؟ ايش حتاخد قيمه؟ انت ممكن تروح تودي لها عدد الركاب اللي انت ممكن تاخده، لكن احنا هن عدد الركاب يا شباب موجود من فوق، صح ولا لا؟ فانا ما فيش داعي اودي له اياه. ها ايش ممكن انت تودي له؟ انا ممكن اودي له عدد الكيلوات اللي هو استخدمهم، او يعني احنا جدلا هذا الكلام، يعني احنا ما بنعرف بالطياره كيف بس بيحسبوا الكلام، بس احنا افترض انه لو احنا بدنا نبعت له مثلا عدد اللي هو الكيلوات، فبيجي بضربهم في اللود اللي موجود عنده بيرجع لنا قيمه مين؟ السولار او اللي هو استخدمه. فاذا انا هنا بدي ابعت له عدد الكيلوات، عدد الكيلوات بدي ابعت له اياها ايضا بايش؟ بالانتجر. اذا الكيلو هنا كيلوز مثلا، وهنا اجي افتح القوسين هذول. طيب الان في داخل الكيلوز ايش بدك تقول له؟ بدي اقول له ريتين، ها مش لازم نعمل ريتين لانها بترجع قيمه، تمام. ايش بدي اقول له؟ اضرب لي الكيلوز هذول، الكيلوز اللي احنا بعتناهم، ضرب مين؟ ضرب اللود اللي موجود عندك وين؟ في داخل مين؟ اللي هو الكلاس الموجودة عندك. إذا لاحظ اليوم إحنا عملنا أول إشي صفات،
بعدين عملنا دوال بناء، وقلنا دوال البناء مش شرط يكونوا نفسهم موجودين كلهم، لكن لو انت بنيتهم وحطيتهم مش غلط. فانت ممكن تحط هنا تقول بدي احط قيم افتراضية، بمعنى انه انا دائما بدي اعمل طيارة، طيارة انا عارف ايش صفاتها مش هحددها. طب لو اجيت وطورت من مصنع وقلت لا بدي احدد اصير الطيارة ايش نوعها وايش لودها، فهي كملت. طيب انت عارف انه اللود الموجود عندك واحد وما فيش داعي لما انشئ انا الطيارة، ايش فيش داعي اني اغير اللي هم مين اللي هو اللود. اذا اللود عندك حيكون كم هنا؟ ممكن انت تحطه هنا تقول له this مثلا، تخليه ثابت دوت اللي هو اللود، او حتى بدون this. مش يقول لي مين يقول لي ليش انا ممكن اقول هيك واقول له 100 هنا بدون this مثلا، لانه فيش هنا اللود، فانا هنا ممكن احطه بدون this، صح ولا لا؟ ليش حطينا له هنا this؟ لانه انت باعت نفس الاسم، فعشان هنا مش موجود. لكن لو حطينا this هنا غلط، لا صح، لانه انت بتاكد المؤكد، بتاكد المؤكد. طيب هنا ليش ما وديناش؟ لانه هو ثابت اصلا عندنا احنا، فهيو 100، فاحنا مش بحاجه نروح نودي له اياه. اذا انت هي في عندك انواع. طيب خلصنا من دوال البناء، بروح لمين يا شباب؟ للدوال العاديه، هاي الداله هذه مثلا بدي اغير الحموله. انت هنا رحت قلت له بدي 100، وبعدين غيرت رايك قلت لا بدي اخليها 200، تمام؟ وبعدين بدي داله للطباعه، وبدي داله لحساب السولار قديش بيستوي، واللي هو الوقود للطياره. وممكن تعمل دالة وثمان وثلاثة وأربعة وعشرة وإلى ما لا نهاية، واضح؟ إذا هاي عندي زي الآن ثلاث أجزاء رئيسية بدهم يكونوا موجودين في أي كلاس، في أي كلاس. بعد ما خلصت أنت وعملت الكلاس هذه، الآن بيجي نعمل اشتقاق. أنت هذه إحنا من أول الفصل إيش قلنا؟ قلنا الكلاس هي عبارة عن اللي هي القالب اللي انت منه بتشتق لمين؟ لا اوبجكت او كائنات اخرى، تمام؟ طب وين بدنا نروح احنا هالوقت نشتق؟ وين قلنا؟ قلنا الاقل القليل يكون عندنا كلاسين، الكلاس اللي فيها المين والكلاس مين اللي فيها اللي هي الكلاس العاديه. فانت لاحظ اول كلاس بتنشئها مش تروح تسميها بنفس الاسم، لا، مثلا سميها بلان مين او سميها تيست اللي بدك اياه، وبعدين الاساسيه هذه اللي هي اللي انت بدك تشتق منها بتسميها بالبلين اللي بدك اياه. طيب الان احنا جهزنا كل شيء، الان بدنا نيجي نصنع طيارات، بدنا الان نيجي ناخذ. اذا الان بدي اروح هنا في داخل الكلاس هذه المين واشتق 3 4 5 6 ايش؟ طيارات. طيب اول شيء بدي اجي اقول هنا، اذا هالوقت بدي اشتق، كيف بدي اشتق؟ اعرف من نعرف الطياره الاولى بي 1، الطيارة الأولى بتساوي نيو بلين، بتساوي نيو بلين، وبدي أس وبدي أحط القوسين هدول، تمام؟ إيش هدول؟ الطيارة يا شباب. لاحظ هنا الكلاس هنا ما تعرفش، ليش ما تعرفش؟ طلع وين هم حاطه؟ في الباكج هذا، بينما الباكج اللي بيشتغل عليه الكلاس مين هو؟ هذا. فانت بدك لازم هذه الكلاس تسيبها وتسحبها وتحطها في الباكج هذا. فبقول لك ريفاكتور، يعني احط لك اياها في قلب الكلاس، قول له اه موجوده هان، فهيو هانا تعرف عليه، لانه صارت تنتين في نفس الباكج. واضح ايش مفهوم الباكج؟ طيب الان انا لو سالتك سؤال هانا مين حتنادي؟ مين حتنادي هالوقت هان؟ ايوه حتنادي هذه اول واحد اللي انت ما بعتش قيم. طيب وتيجي هانا هالوقت، لو جيت هنا وقلت له بي واحد دوت ايش تقول له؟ لاحظ هنا، ها بدنا نيجي الكلر بين واللود بين والتايب بين، شايفين انتم هذول الثلاثه؟ طيب ليش بينوا هنا؟ ليش بينوا هنا؟ لانه احنا قلنا هذول اذا ما عرفناهمش هنا برايفت او بروتكتد، فانا الافتراضي ايش هو؟ بابليك. ايش معنى بابليك؟ يعني انا بقدر اشوفهم خارج الكلاس، لكن هذه الطريقه مش صحيحه ومش عمليه. لذلك لازم هنا اذا بدي اتعامل مع هذول العناصر
ما اعرفهمش. اذا انا بدي اورث من هذه الكلاس زي ما حنشوف في الوراثه، بعرفهم ببروتكتد. اذا بدي اعرف اذا بدي اعرفه اذا بديش استخدمهم الا داخل الكلاس، فبدي اعرفهم ايش برايفت. لكن انا هم ما بديش اروح اقول له هالوقت بي واحد، لا اقول له بي واحد نقطه ايش برنت، هاي برنت انفو. لاحظ. طيب تعالوا نشوف فكركم، برنت انفو ايش حتطبع لنا؟ ايوه حتطبع البي هذه، انت لو هذه وهذه. ليش؟ لانه احنا ما غيرناش في القيم هذول. نروح نعمل الران ونشوف ايش حيطلع معانا. ايش طلع معك؟ البي هيها بي اللي هو 35، الكلر ريد، اللود كام؟ هيو اللود كام 100. ليش؟ طيب هذول من وين هو؟ هل انا بعتت هذول كلام؟ لا، انا استخدمت داله البناء اللي هي ايش؟ الافتراضيه اللي هي ثابتين عندها مين؟ الطياره هذه. طب تيجي تقول لا بدي اجي انا اعمل طيارات جديده بخصائص جديده، بتقول له بلان، بلان بي 2 بتساوي نيو بلان. لكن الان انا بديش اعطي الافتراضي، انا بدي اروح اقول له في طياره انا جديده صنعتها، ايش اول شيء نوعها مثلا؟ قول له مثلا يعني الايرباص مثلا، هيك بدول الايرباص مثلا اللي هي مثلا 10، هذه طياره جديده عندنا فاصله. ايش لونها؟ وايت مثلا، ابيض. قديش حمولتها؟ بتقول له 300 راكب. تمام. اذا الان انت عرفت هذه، طبعا لازم ايش هذا الكونستراكتور لازم يكون ايش نفس ايش اللي هو الكلاس. فانا هنا سبيلنج بتعرفش هيك، فهي تعرف مين؟ الطياره الجديده. الان لو رحت هنا وقلت بي 2 نقطه برنت ها انفو، ايش حيطبع لنا هالوقت؟ ايوه حيطبع لي الجداد، لانه انا هذا غير عن هذا. فايش يطبع هنا؟ ايش حتلاحظ هنا؟ حيطبع لك اول واحد اللي نداه هذا الفاضي اللي هو هذا. نيجي هان نعمل رن عشان نشوف اول واحد هذا. طيب الثاني مين؟ هايو الباص 10، الكلر وايت، اللود كم؟ 300. انت هنا حددت الطياره وغيرت، اذا انت بدك تروح تستخدم مين؟ مش هذا، بدك تستخدم مين؟ هذا. فلما بيجي على الكود هو بروح بدور هل في عنده داله بناء بتاخذ ثلاث قيم؟ اذا بتدل اذا بدل فايش بروح انا؟ بجيب مين؟ اللي هو ايش؟ ال 300. طيب الان انت خلينا بس عشان نفرقها نحط 150 في اللي هو في الثانيه. نيجي الوقت نقول له بدنا نعمل ايش هو هنا؟ بلان. بلان هنا ايش؟ بي 3. ايش حتساوي هنا؟ نيو. شوف انت كيف بلان بلان، ونعطيها ايش هنا؟ بدي اقول له هنا هولوكوبتر مثلا، هولوكوبتر 20 اسمها، وفاصله ايش الكلر تبعها؟ بلاك. تمام. الان هاي سكرنا. طب وليش الثالث؟ ها شوف انت هنا ولا اشي، هنا بثلاثه، هان باثنين. تمام. هان برضو سبلينج، هان برضو لازم يكون بلان اللي هي كابيتال عشان يكون نفس الكلاس. طيب لو جيت قلت هنا بي 3 الطياره الثالثه دوت برنت انفو، ايش حي يا شباب حيجينا هنا؟ مين يقول معانا؟ ايوه حيطبع ياخذ هذا وهذا. وكم حيطبع هنا اللي قيمه؟ هي ال 150 الثابته. انا ما دام عارف انه ركاب الهليكوبتر 150، ليش اروح ابعتها من جديد؟ اذا انا هي دوال البناء ممكن تاخذ، ممكن تاخذ ولا شيء، ممكن تاخذ كل البيانات، وممكن تاخذ نص او ربع او جزء من مين؟ من هذه البيانات. تعالوا ننفذ هنا. لاحظ ايش هو عندك هنا. هيو الاولى 35 ارباص هيروكوبتر الكلر. لاحظ طب من وين هذه جابها؟ من وين جاب ال 150؟ طب انا مش بعت له اياها هنا. ها كيف من وين؟
من اللي انا ثبتته اياها، هيها موجوده عنده هنا في ايش. فلاحظ هيك كيف احنا بنستخدم دوائر البناء وكيف احنا بنستخدم التيارات. طيب الان احنا لو جينا هنا وسالنا حالنا سؤال، لو بدنا الداله لاسمها بي واحد نقطه، ايش في عندنا دوال؟ هاي شايفين ايش اسمها هذه؟ ابديت، اللي هو اللود. اللود هذه كم احنا حاطين فيها هنا؟ 100 صح ولا لا؟ لما نفترضي انا بدي اقول له لا غير لي اياها، خلي لي هنا تصير 160 تمام. وبعد ذلك بدي اروح اقول له اطبع لي مين، اللي هو بعد ما تعدي ال 160 روح عدل لي مين، اطبع لي اياهم، اطبع لي البيانات من اول وجديد، اطبع لي البيانات. فنيجي نعمل رن هنا، لاحظ اول مره كم كانت 100، وبعد التعديل هي صارت 160 هيها، وبعدين ايش طبعنا هذه لل 160. طيب اذا انا بقدر انادي الداله هذه، هاي زي ما ناديته لهان ممكن اناديها لمين؟ لهان، واغير بدل ما هي 300 احط 400 احط 500 زي ما بدي. وايضا لهذه اذا انا مثلا بديش 150 بناديها الها. طيب نيجي لهذه ونقول له احسب لنا الوقود تبعتك، 2 نقطه، ايش اسمها هنا؟ حساب الوقود الكول الكالكوليت فلو. طيب قديش بدي ابعت له؟ قول له 20 هنا، كم حتطلع عندنا هنا؟ كم سرعه؟ قد كم لتر؟ 20 في 300 حيكون في عندنا 6000 الان. طب كيف بدنا نطبعه؟ كيف بدنا نطبع هذا اللي هو القيمه اللي حترجع؟ طبعا هذه حترجع في وين؟ في متغير صح ولا لا؟ فانا ممكن هنا لانه هل حيرجع لنا هالوقت هذا بيرجع قيمه صح ولا لا؟ طب مين بده يستلم هالقيمه هذه هنا؟ انت هنا خلينا نحطها في ايش؟ في طباعه عشان ايش؟ نشوف ايش قيمتها حتيجي عندنا. طب كيف احطها في الطباعه هنا؟ بين القوسين احطها وناديها وين؟ في داخل مين؟ في داخل القوسين الموجودين عندنا، هذه الداله بتروح بتحسب. طب انا كيف الحساب هذا بدي اطبعه؟ فبحطه هنا بين قوسين واشوف ايش هو عندي، ايش بده يصير، بده يحسب لي. تعالوا نشوف ونطبع هذا الكلام. الان هاي لاحظ ايش صار عندك؟ هايها 6000، هايها ايش نوع الطياره هذه؟ هي الايرباص وكلر. قديش الركاب تبعها؟ اللي هو 3000. طب احنا كيف هذه ال 6000 اجت؟ مش احنا رايحين هنا عاملين داله اسمها كول فلول، كيف احنا ناديناها؟ احنا ناديناها هيها بيجي بضرب الاعداد في مين؟ في عاف اللود، وبرجع لنا عمليه الضرب هذه اللي موجوده عندنا. وبالتالي ممكن ايضا تنادي الداله هذه لبي 3، والداله وتنادي الداله لبي 1، وزي ما انت شايف كل شيء موجود في الكلاس هذه، كل شيء هذا كله من هان لهان تابع لمين؟ تابع لبي 1 لحاله، ونفسهم تابعين لحال لبي 2 ونفسه. انت بتعمل بس نسخ وكل واحد بيصير مستقل بحاله. هذا مهم جدا، المفاهيم هذه كلها بتمنى تترجعوها واتمنى تطبقوها، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية، وبارك الله فيكم ويعطيكم العافية.